شريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة. شباب زيوية من الصوف والحرير. حرير تستعملوا حرير الدودة، والصوف البطانة ديال الحولي السردي. دير التعاونيات بزاف، 12 تعاونية ولا شي 14 في الجلابال بزيوية. وكنبيعوا بركة، كنخرجوا للمعارض شوية الإقبال. إلا خرجتي شي معرض بعيد بحال هكا بعيد راه كاين شوية الإقبال، ولا كان غير قريب حدانا وهذا راه شوية بينو وبينو كنتعاملوا مع الناس كليان هذا وصافي. والله يجعل البركة، خدامين فيه الناس ماشي ما خدامينش العيالات زعما. هو هذيك هي هذيك هي وشويه بنيتي خدامين بركه المهم عايشين منها من وليداتهم اللي عندهم اللي ما في حالهم شو اللي عندهم اليتامى واللي مراض واللي هذه هي خدمه جلاء المراه البزيويه من جيل لجيل معروفه عند الصعيد العالمي كامل. جلبه البزيويه معروفه هي اللي كنخدموه هي باش معيشين وليداتهم ومعيشين رجالتهم. هذه هي خدمه ديال البلاد الصوفه والحرير الحولي السردي البطانه ديالو هي باش كان. هذه الصنعه نتاع التلبات تا لاله اللي قال هذاك، هذه ما بقاتش انقرضت، بقاو فيها شي جوج الناس ولا ثلاثه، الصوفه والصابون والماء تنصوبوا بها البلطوفات، تنصوبوا بها الشابو، تنصوبوا بها السيكان، تنصوبوا بها الورد، تنصوبوا بها الصغيورين البلطوفات الصغيورين، تنصوبوا بها الكواري، تنصوبوا بها الكولي. ايوا هادشي اللي كاين الوزن كلهم مصاوبين من الصوفه، من الصوفه حره اللي قال الصوفه حره من مراكش، من مراكش هي اللي تتخدم، هي اللي بقات تتخدم هادشي. لا ما كاينه في بلاصه اخرى. كاين شويه توريست بالنسبه للتوريست هما دروك حنا ما تنخدمهم. حنا كنا تنصوبوا الا بدات الصلاه والطرابج نتاع دار المخزن واللبود نتاو على عود، الشروج نتاو على عود. هما شتيهم اللي بدات نتاو على عود، هما هادو اللي تيكونوا على ظهر العود هما اللي تنصوب، وتنصوبوا اللبود نتاو على الصلاه علاش يصليوا الناس. جيت المدينة الجديدة مشاركة في هذا المعرض الدولي للفرس، وهذه الدوان العاشرة نتاع المعرض الفرس الجديدة. وجيت بمنتوجات النحت على الخشب، النحت على الخشب الأرعى. تنشتغل في مجمع الصناعة التقليدية مدينة مكناس، وكل سنة تنحضر في هذا الاكسبوزيسيون. في الحقيقة هذا معرض تنشاركوا فيه باش تنعرفوا بالمنتوج ديالنا وبالحب لتشجيع الفرس.